أخبار اليوم. لا بتمثلي حاجة كتير قوي، أنا فرحانة إن الجايزة جت في وقتها. وانت المره اللي فاتت في الاوسكار انا فاكر لما قلت لك انا مستنيه ربنا يرد لي اعتباري وردهولي بسرعه قوي الحمد لله. اخذت افضل مطربه شابه في الشرق الاوسط بتصويت جمهور كبير جدا، الجمهور العربي اللي اكتر جمهور بيحس الفن، ولجنه كبيره جدا زي استاذ نادر عبد الله، استاذ هاني مهنا، استاذ سامي الحفناوي، وايفنت كبير زي استاذ ماجد حسني واستاذ احمد حميد وفريق عمل دير جيست وميما اورد، فده شرف كبير قوي ليا. وسابت كل دوت واتكلموا عن حرف الزيل، فلو حرف الزيل لفت نظرهم قوي كده ان شاء الله المره الجايه هبقى اعمل لهم سبيشال ثانكس لحرف الزيل. رمضان والعيد ان شاء الله وبعدها ننزل الالبوم. 10 اغاني او 11 اغنيه لسه ما قررناش، اسم الالبوم لسه ما قررناهوش، بس اللي احنا مقررينه ان هتنزل الاغاني من كلمات وائل توفيق، الحان مش عايزه انسى حد، يعني اقول لك اسماء كده بقى، يعني نادر حمدي، احمد ابراهيم، تامر حسين، ايهاب عبد الواحد، محمد مصطفى، زوم، مصطفى الشعيبي، محمد شكري، مصطفى شكري، ناس كتير قوي، انتاج محمد علام، كيوب ميوزك، مش عايزه انسى اي حد. عايشين على ذكرى جميله فاكرين ولا مره نسينا، هيعيشوا اعز ملينا مهما تعدي سنين.